مجازر شغالة، مخيم جبلية، قصف شغال، ضرب نار شغال، قتل أطفال شغال، قتل نساء شغال بدون رحمة، بكفر، يعني ناس لا عهد لهم ولا دين لهم ولا ومفيش ملة ليهم. المشاهد اللي الواحد بيتفرج عليها كل يوم مشاهد ما ينفعش تطلع في فيلم، حتى لو أقصى فيلم موجود وأوحش فيلم موجود مش هيعمل المشاهد اللي احنا بنشوفها كل يوم. النهارده في طفل عنده 7 شهور استشهد لأنه مش لاقي لبن، مش لاقي حاجة، مش لاقي أكل، مفيش أكل، مفيش دواء، مفيش مية، مفيش كهرباء، مفيش أي حاجة خالص للناس دي، والعالم واقف بيتفرج. في ناس بتبتدي تتحرك، النائب الفرنسي اللي طلع رفع العلم فلسطين ده اتحرك، في ناس بقى عندها شوية إنسانية بتتحرك، ولكن العالم صامت، الشعوب بتتحرك، والمظاهرات في الشوارع في فرنسا وفي أمريكا وفي غيره وفي غيره، ولكن الحكام ساكتين، شعوبهم بيتكلموا وهم ساكتين، شعوبهم اللي بينتخبوهم وبيجيبوهم في الكراسي بتاعتهم بيتكلموا والحكام ساكتين وصامتين على المذابح اللي بتحصل في رفح، على المذابح اللي بتحصل في قطاع غزة، ويجي في الاخر يقول لك اصله ايه؟ القصف اللي حصل على رفح ده حاجه مش طبيعيه، ده عند، ده غل. فما حماس تطلع تقول لك اصل احنا اسرنا جنود من اسرائيل وقتلنا جنود من اسرائيل، وهم يطلعوا يكذبوا تكتشف ان حماس بتقول الحقيقه، لان انتوا الانتقام اللي انتوا بتعملوه في رفح ده مش من فراغ، في حاجه حصلت عشان كده انتوا بتنتقموا هذا الانتقام من الاطفال. انتوا قاصدين الاطفال، انتوا حربكم مع الاطفال. أمريكا بتحارب الأطفال، مش إسرائيل بس، أمريكا بتحارب الأطفال وبتحارب النساء اللي بتخلف الأطفال، عايزين يقضوا عليهم خالص، عايزين يصفوا القضية بشكل كامل. إحنا وسيط وهنفضل وسيط، ودورنا مهم تاريخيا استراتيجيا دينيا، إحنا موقعنا مهم وموقفنا مهم وهنفضل مهمين في هذه القضية، ولكن بالعقل. برحب بضيفي واستاذي اللي دايما بينورني، الاستاذ الكاتب الصحفي مجدي الكداتو. ربنا يبارك فيك، ده نوركم وبشكرك جدا وبشكركم على الجهد الرائع اللي انتم بتعملوه في دعم اخواتنا في غزه. لازم كلنا نعمل كده، احنا كلنا لازم نعمل كده. طيب لو هبتدي معاك بدايه، هبتدي معاك بحاجه ما حدش راضي يطلع يتكلم عنها. الاصوات اللي بتطلع من الاعلام الخارجي اللي مش عايش جوه مصر، ما هو اصل اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، ويطلع يقول لك وانتوا بتحاربوش ليه؟ تحاربوا وانتوا قليلين، ده الجيش المصري، الجيش المصري جيش عظيم كده كده، ولكن الاصوات اللي بتطلع كل شويه تقول لك حاربوا 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 ليه؟ عايزين ايه؟ ايه المقصود؟ شوف، هل شايف ان خطوه الحرب دي، خطوه ان انا ادخل حرب دلوقتي دي خطوه صح؟ هقول لحضرتك على حاجه، خلينا ناخدها من نقطتين صغيرين قد كده وبسرعه. اذا كانت الحرب قرار عربي فلابد ان ياخدها كل العرب. ايوه تمام. وانه وفكره كلمه الحرب نفسها لازم الجيش المصري يحارب، لازم مصر تدخل حرب عشرة، دي بيتم استخدامها في التوظيف السياسي للمعارضين في الخارج، من المعارضين في الخارج. اللي هو فكره انه يزنقك جوه الكورنر او الحيطه ويقول لك ايه حربي، ويقعد ينفخ او يحشد في الناس ان مصر لازم تحارب. طيب اصعب قرار في الدنيا كلها هو قرار الحرب طبعا. طيب واذا كانت الحرب هي الحل، الحل لهذه الازمه، فمصر مستعده دائما للتضحيه. ولكن خلينا نستعيد كده ما حدث في حرب 73. ايوه، عندما خرج الرئيس الراحل الزعيم البطل انور السادات الله يرحمه، وقال يا جماعه، وقال الكلام ده الحافظ الاسد. أيوه. رئيس سوريا قال له انا بحارب امريكا بقالي 10 ايام لما وافق على وقف اطلاق النار. حارب امريكا. اظن الدنيا واضحه جدا دلوقتي. بالزبط. واضحه جدا، وشايفين اولا لا يمكن ان نستطيع، لا نستطيع ان نتحدث عن تحالف امريكا اسرائيل، لا، هذا ليس تحالفا، ده كيان واحد. بالظبط. فكون ان تطالب مصر بخوض هذه الحرب لوحدها في مواجهه، عايز اقول لك على حاجه بس عسكريا، وده
مسجل ومكتوب ومرصود واثبتناه قبل كده في دراسات كتيره جدا. بالظبط. الجيش الاسرائيلي وحده لا يصمد امام الجيش المصري من 3 لـ7 ايام. مظبوط صح. واضح جدا، واضح وهو جدا، وهو يعلم ذلك، وهم يعلموا وهم ذلك، يعلموا واضح ذلك جدا انهم يخوضون حربا داخل على سنه مش عارفين يخلصوا امام مقاتلين سوري في الكلمه ان انا هقولها على الهواء، لابسين شباشب. بالظبط. دي مهمه جدا. بالظبط. وبصواريخ بدائيه جدا وسلاح بدائي جدا، والجندي الاسرائيلي او الضابط الاسرائيلي مسلح جبان باحدث تكنولوجيا في العالم، ولكنه جبان، ولكنه جبان لا يحمل قضيه. وتنتصر المقاومه حتى الان. طيب الجيش المصري، الجيش الاسرائيلي في مواجهه الجيش المصري بقول لك من 3 لـ7 ايام، وانا مسؤول عن الكلام ده، ويطلع اي خبير عسكري يقول لي غلط. لكن هل تركت الولايات المتحده الامريكيه والغرب اسرائيل في حربها ضد المقاومه؟ لم تتركه، بتخوض حرب مباشره مباشره. دخول الجيش المصري في مواجهه مع سوريا هي مواجهه مع الولايات المتحده الامريكيه بشكل واضح. لكن مصر تملك سلاح الردع اللي هو برضه القوات المسلحه المصريه. اللي خلت الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع اليوم وتتحدث عن ضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، من الجانب الفلسطيني، وإن الإسرائيليين يوافقوا مبدئيا على أن تكون هناك قوة أممية تشرف على المعبر والانسحاب الإسرائيلي منها. ليه؟ لأن صدر تحذير مصري بعد السيطرة على المعبر ومحور صلاح الدين أنه طلع تحذير مصري ان مصر لن تستطيع ان تصمت على هذا الوضع. هذا التحذير انا عايز اقول بس مفاجاه بالنسبه للناس في علوم السياسه، مصر دخلت الحرب فعليا من 7 اكتوبر. ايوه ايوه يا جماعه، مصر أيوة في حاله حرب. ايوه، لانه الحرب ليست مواجهه عسكريه مباشره، لا، ولكن هناك ادوات ووسائل تم استخدامها في وقتها ان انا اوصل رساله هذا الوضع لن يستمر. فبدات واشنطن تتحرك وتل ابيب تستجيب، خصوصا المناوشات العسكريه اللي حصلت بين الجانبين ادت الى فكره ان اشتعال الحرب فجاه وارد. وارد جدا، لان في خطوط تماس. لانه مصر اعلنت انها لن تصمت على هذا الوضع. طيب هل التهديد الاسرائيلي للامن القومي المصري مش موجود دلوقتي؟ هو موجود واضح. ليه؟ لانه التهديد المباشر للامن القومي هو تغيير حدودك والاطراف التي تتعاملي معاها في الحدود بالقوة. فاسرائيل عملت كده في المعبر، وبالتالي هذا الوضع لن يستمر. وفي محور صلاح الدين، محور فيلادلفيا. وفي نفس الوقت مصر لما تحذر وتقول ده معناها ايه؟ ان انا بتحلى بالصبر والحكمه وضبط النفس، وضبط النفس، لكن لا استطيع ان اضمن استمرار هذا الضبط للنفس. دي ادوات حرب. لانك انت عارف كويس جدا حجم وقوه الجيش المصري في مواجهة إسرائيل. هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تضحي بكل مصالحها في المنطقة وتدخل حرب مباشرة مع الجيش المصري؟ مستحيل. لن تحدث حرب. ليه مستحيل؟ لن تحدث مواجهة عسكرية. ليه مستحيل؟ لسبب. لأن المنطقة مشتعلة في كل الأحوال. بالكامل. مصر حليف قوي للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لأنها أكبر دولة في هذه المنطقة وأقوى جيش في هذه المنطقة في الشرق الأوسط كله. ولكن في دايما الناس تقول نظرية المؤامرة، انه هم يعني بيسعوا خلف الجيش المصري زي ما عملوا، طب زي ما عملوا في الجيش العراقي وزي ما عملوا في الجيش السوري، فهم بيسعوا خلف الجيش المصري. ولكن حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر واسرائيل هو تهديد للامن القومي الاسرائيلي 10 أضعاف تهديده للامن القومي المصري، حتى لو امريكا مع مصر مع اسرائيل. يعني هم هيتضروا اكتر كتير كتير كتير. بمعنى ايه هيتضروا اكتر؟ بمعنى ان هم مش هيبقوا موجودين. هل اللي احنا فيه دلوقتي ده، واللي اتقال في القنوات الاسرائيليه نفسها، واللي بيتم الاعلان عنه في القنوات الاسرائيليه نفسها، هل اللي احنا فيه ده
هل هذه بداية النهاية؟ بداية نهاية هذا الكيان؟ أنا عايز أتوقف عن الرأي العام العالمي تمام. والشعوب تمام. كلها بقت كارهة هذا الكيان. عندنا ثلاث عناصر بسرعة جدا. واحد، أن الحرب ليست في غزة، ده من وجهة نظري. الحرب داخل إسرائيل الآن بالظبط. المجتمع الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية يتفكك، مهددة أكتر بكتير، والهجرة العكسية. واحد. اثنين، أن الرأي العالمي، رأي الشعوب بدأ يتحول تدريجيا ضد هذا الكيان، ويعرف القضية التي لم يكن يعرفها أصلا. أيوة، كانش عارف حاجة عنها فعلا. الطلبة اللي في أمريكا وفي الولايات وفي الجامعات ومتظاهرين ومحتشدين وفي أوروبا وفي كل حتة، ما كانش حد يعرف القضية. أيوة. اثنين، النقطة دي مهمة جدا. في دول أوروبية اعترفت بالدولة الفلسطينية بالفعل. الاعترافات رهن دايما في الرأي العام سواء الداخلي أو العالمي على التراكم. التراكم بمعنى إيه؟ بمعنى إن الناس عرفت القضية دلوقتي وعرفت الجرائم الإسرائيلية. أنت بتتكلمي عن إن الأمم المتحدة أعضاء فيها كتير بيطالبوها الآن بإعلان إسرائيل دولة تقتل الأطفال. مظبوط.